فضيلة الشيخ وفقكم الله، شاب يعيش في روسيا ويسأل فضيلتكم فيقول أنه يعيش مع والديه في إحدى المدن التابعة للسلطة الروسية وهما مسلمان، لكن على جهل شديد في الدين، وأراد والده أن يزوج أخته الصغرى دون رغبتها إلى شخص آخر، وهذا الشخص يعيش على دين أجداده، فقام أخوها بأخذها رغما عن والديه وسافر بها إلى مدينة أخرى ويريد تزويجها على شخص صاحب دين وخلق، فهل يجوز له ذلك؟ إذا كان أبوها كافرا وهي مسلمة فليس له عليها ولاية، الكافر ليس له ولاية على المسلمة، أما إن كانت كافرة فله عليها ولاية ولا يأخذها بدون توكيله، أما إن كانت مسلمة فليس له عليها ولاية وهو كافر، فلأخيها المسلم أن يأخذها وهو وليها وأن يزوجها بمن ترضى به من المسلمين. ولكن هذا ما هو عمل فردي، هذا له جهات مختصة، المحاكم والمراكز الإسلامية يرجع إليها، ما يتصرف هو تصرفا فرديا بدون الرجوع إلى المراجع من المحاكم الشرعية أو المراكز الإسلامية، نعم، التي تتولى مثل هذه الأمور، نعم، حتى يسجلوها ويضبطوها، نعم.